وسهلا. أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. والله عندي بس سؤالين تقريبا. بس السؤال الأول، ما علاقة اسم لوط بفعل قوم لوط؟ ما لا 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 لا، لوط اسم نبي، غلط احنا نقول قوم لوط، غلط عفوا نقول فعل اللواط، غلط، لكن منقول قوم لوط. نعم علمتم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من رأيتموه يفعل بفعل قوم لوط، ما قال لواط، لأن اللواط باللغة العربية أو لوط بمعنى الإصلاح المصلح. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابن عباس قال ماذا تفعل؟ قال ألوط بيتي، يعني أصلح بيتي. علمتي؟ فغلط حنا نقول اللواط، لازم نقول فعل قوم لوط، هذا الأصوب اختي.